للتشامبيونز ليج بقى عشان وقتنا. يلا. كان في حاجه مفاجاه بالنسبه لكم خالد امبارح، نتائج نابولي. نابولي بقى 6 على اياكس في ارض، في ارض اياكس كانت تقيله قوي، تقيله قوي قوي. هو نابولي شديد قوي السنه دي ولا على الانديه الايطاليه كلها ماشيه معاه كده ولا ايه؟ هو 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 نابولي مميز جدا ولا بتاع دور مجموعات وشكرا لا 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 لا، حتى في الدوري الايطالي ما هو متصدر الدوري الايطالي. هي الفكره لوتشانو سباليتي رهيب مش طبيعي جدا، ثلاثي خط الوسط انجويسا لوبوتكا زيلينسكي و اوسيمين ما بيلعبش امبارح يا خالد، شفنا امبارح اوسيمين ما بيلعبش ورغم كده 6 في امستردام امبارح بيلعب راسبادوري. يا جماعه الستات مالها كترك كده دي بتاعتنا احنا بس ولا ايه؟ امبارح بيلعب راسبادوري، اوسيمين ما بيلعبش، بيلعب راسبادوري مهاجم وهمي جنب خافيتشا ولوزانو. خافيتشا نجم بلا منازع، يعني نجم نابولي الاول الموسم الحالي. الراجل ده شكله السنه دي مش يعني بعد السنه دي مش قاعد صح؟ لا لا ما اعتقدش ان هو قاعد في نابولي كتير ولا حتى يعني ممكن يمشي في يناير حتى، انت فاهم قصدي؟ خافيتشا مش طبيعي، كفارتسخيليا على تاكيدا على النقطه بتاعت اوزيمين. راسبادوري بيلعب مهاجم وهمي، كم التحركات راسبادوري امبارح التقييم بتاعه 9.3 قليل قوي لما اشوف لعيب شاب 9.3 ولعيب حتى مش من التوب تالنتس اللي موجوده في العالم، مش لعيب شاب زي بيلينجهام زي امبابي، لا هو لعيب شاب عادي راسبادوري. يعني بيطلع راسبادوري بينزل جيوفاني سيميوني بيدخل هدف بيسجل هدف. لا نابولي مش طبيعي. نابولي اللي كويس ولا اياكس اللي انهار؟ لا نابولي اللي كويس، واياكس بس حب يعمل فزلكه تكتيكيه كده، كنا بنشوف اخطاء كثيره في بناء اللعب والتحضير. لكن لو هنتكلم عن المفاجآت فكلوب بروك بيكسب اتلتيكو مدريد، بيكسب بس ده متصدر، ده 9 نقط، 9 نقط من الانديه القليله في البطوله. اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد من الانديه القليله في البطوله اللي قدر يحقق التسع العلامه الكامله مع بايرن ميونخ اعتقد، وريال مدريد النهارده لو كسب هيحقق العلامه الكامله. طب ما تيجي نشوف الترتيب كده عامل ازاي، لانه في حاجات كتير جدا اتلخبطت. يعني نشوف مع بعض الترتيب كده المجموعات بعد جوله امبارح وقبل جوله النهارده. طبعا نابولي، نابولي 9، نابولي ليفربول اكس وجلاسكو رينجرز. نابولي اعتقد ترتيب منطقي خلاص، ترتيب منطقي هيخلص بس ليفربول باك اون تراك زي ما بيقول بالظبط، يعني صحح اوضاعه بالفوز امبارح على رينجرز 2. وده دليل ان الدوري الانجليزي حاليا صعب جدا، لان نتائج ليفربول في اوروبا جيده ونتائجه في الدوري الانجليزي فيها تذبذب واضح. صحيح، مجموعه قويه جدا بصراحه. المجموعه الثانيه عندنا بروك في الصداره، ده اللي انتوا كنتوا انتوا الاثنين مستبعدين ودايسين عليه وقلتوا ده مفاجاه كبيره في البطوله. وبعد كده واللي وراه مين بقى يا جماعه؟ ليفركوزن، بورتو، اتلتيكو مدريد، كلهم بعاد. هو 9 نقط مجموعه فيها ليفربول، هو كلاب بروك ضمن اتلتيكو مدريد. هنرشح كلاب بروك، بورتو هو ضمن التاول، محتاج نقطه. بورتو بطل 3 مباريات بورتو بطل، اتلتيكو مدريد لا بس بطل يعني دوري اسباني بالظبط، وكان وصل فاينل تشامبيونز ليج. ليفركوزن نادي وليفركوزن برضو، ليفركوزن محتاج نقطه من 3 مباريات كلاب بروك، وصل النهائي برضو تشامبيونز ليج. فانت بتتكلم انه خلاص كلاب بروك واتخانقوا انتوا مع بعض. المجموعه دي هي اكتر مجموعه مفاجاه في مين هيوصل مع بروك ولا بروك ممكن يطلع؟ لا هو محتاج نقطة من 3 ماتشات ممكن يتغلب الثلاثة؟ صعب جدا، ممكن يتغلب الثلاثة صعب جدا. السيزون اللي قبل اللي فات اتلانتا اتغلب اول 3 ماتشات، ناقص له ماتش تعادل ويطلع بره كسب. هو متهيألي كلاب بروج لعب ماتشين بره ارضه وماتش واحد في ارضه، يعني بعد كده فاضل له ماتشين في ارضه مش عارف بس صعب يعني. طيب اكيد هياخد. نروح للمجموعه الثالثه، لكن بروج اقرب انه يتاهل ومع الثلاثه واحد من الثلاثه الثانيين. عندنا بعد كده المجموعه الثالثه بايرن ميونخ، بايرن ميونخ 9، انتر 6، برشلونه 3، وفيكتوريا بيلزن طبعا خلاص باي باي. لا ما تمام، برشلونه امبارح اتظلم بالمناسبه، مش شايفه اتظلم، شايف الانتر الفار لعب. ما ظلمش في الهدف بتاع بدري بتاع الهدف الهدف لا مش الهدف بدري، نقول لمسه لمسه اليد على لا لمسه اليد على دومفريس اللي كانت ممكن تبقى بنالتي بصراحه، يعني لمسه اليد واضحه على دومفريس، جت في ايد دومفريس بس هو اعتبرها مش مقصوده. دي بنالتي واضح وحتى تشافي اتكلم ان هو دي واضحه لاي حد، ما خدتش بالي منها دي. لا لا في اخر المباراه دومفريس يعني في جديات اتظلم ولا ما اتظلمش؟ لا ما اقدرش اقول الظلم، لان الانتر برضو كان هيتحسب له ضربه جزاء اوف سايد، بس الاوف سايد بقى اللي هو التكنولوجي بقى اللي على شعر، لو شعر لو تارو مارتينيز كان هايش شويه هايش فهو اتحسب اوف سايد فليها برضو. لا بس هي اوف سايد يا روح، اوف سايد يعني قانونا اوف سايد، لكن في الدوري الانجليزي دلوقتي حاليا ما بتتحسبش اوف سايد. فعلا. نروح للمجموعه الرابعه، عندنا طبعا مارسيليا كسب اخر سبورتنج لشبونه وصعب لا بس المجموعه دي لسه بدري عليها، لسه بدري عليها. انا قلت لخالد الاسبوع اللي فات ان مارسيليا راجع في سبورتنج لشبونه 6،
مركز اول توتنهام 4 وفرانكفورت 4 وفي الاخر مارسيليا 3. مجموعه صعبه جدا جدا. مارسيليا على فكره فرقه محترمه جدا ولعبت امبارح جيم كبير وكسبت 4. سانشيز يعني ملاقي نفسه، فاكر سانشيز لما كان راح ساب البارسا وراح الارسنال فتوهج كده. حارس لا فرقه كويسه وجايه في دوري الابطال بعد اقاله سان باولي.